مهدي كريم، لاعب منتخب العراق سابقا، العمل حاليا مدير المنتخب الاولمبي، نعم، بكالوريوس كلية التربية الرياضية جامعة بغداد. يعني الهوايات، يعني لازلت أمارس الرياضة. يعني تعرف احنا اللاعبين خاصة العراقيين من يترك كرة القدم تلقى ما شاء الله كثير حقيقة صح، يعني بقينا محافظين. يعني مارادونا وما ما ما أدراك مارادونا وصل وزنه ما أعرف إيش قد. أحب خاصة بالرياضة، أحب لعبة التنس، من عشاق لعبة التنس والمايسترو روجر فيدرر. زين، أريد أسألك عن أهم ذكرى بكأس آسيا عام 2007. طبعا هو بحد ذاته هو كأس آسيا، هو هذا الذكرى، هو بحد ذاته، نعم، هو بحد ذاته هو الذكرى. أهم ما يعني ما مرت لحظات عندك في الملعب لربما لحظات تدريبات؟ نعم، تعرف يمكن الدقيقة يمكن 87 أو 86 تم تغييري. اللحظة المهمة في المباراة النهائية كنت انتظر صافرة حكم المباراة، الحكم الاسترالي، فقط كنت انتظرها لأن الشعب العراقي كان ينتظر أيضا هذه الصافرة، وحصلنا على أول لقب في كأس آسيا. يا أهلا وسهلا. بقى بس سؤال واحد، ذكرياتك مع نادي الطلبة اللي هاني كنت أشجع نادي الطلبة؟ طبعا ذكرياتنا مع نادي الطلبة خلينا نقول لي حتى قبل الاحتراف الـ 2005 كانت ذكريات أكثر من رائعة. نعم، يعني بحكم أن الألفينات كان نادي الطلبة هو حائز على بطولة الدوري، بطولة الكأس، بطولة بطولة بغداد، فكانت ذكريات رائعة. بعد الاحتراف صار تغييرات كثيرة، الآن الكل يعرف أنه وضع نادي الطلبة وضع غير مستقر. عارف، متابع. ظروف كابتن مهدي، ظروف اللي يحط بها أمنيات أنه يرجع نادي الطلبة إن شاء الله إلى الفرق الأربعة الجماهيرية إن شاء الله، وإن شاء الله دائما بلدنا كله يتقدم ويعود إلى عافيته بعد يعني أن تروح هواية أشياء بها كآبة وغمة. يا الله، السؤال الأول، السؤال الأول بست احتمالات: إيد وراء الظهر، ايد جنبك، لا مو على الطاوله، غيرناها مده السريع انت. يلا، هو كزرع من مهدي طبعا اللي يكبس من حقه هو يجاوب اول واحد، واذا جاوب اعلى احتمال فراح يقرر ان يكون السؤال لهم اللي اسالهم او يحوله على الفريق الاخر. اوكي، تمام. اذا السؤال الاول يقول: اذكر رتبا عسكريه ادنى من الضابط.